مساء الخير مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم وسهلا ضمن حلقة جديدة من برنامج الحدث الأبرز. نتناول فيها قضية باتت تمثل رأي عام، نبحث حيثياتها وأبعادها وانعكاساتها على مستقبل الاستثمار في موريتانيا. يتعلق الأمر بشركة بيسفازا التي تعيش منذ فترة لي أذرع قضائي مع محامها الأول الأستاذ سيدي المختار والسيدي، حيث قامت الشركة مؤخرا بتوكيل المحامي الموريتاني محمد والمين من أجل استرجاع ما تسميه حقوقها المقتصبة من طرف المحامي الأول. وسنتطرق لاحقا لمستجدات ملفات أخرى صحبة ضيفي هذا المساء الأستاذ والمحامي محمد والمين. أهلا بكم وسهلا. بداية، المواطن الموريتاني واقف دهشان مثلا على انه يعود يعرف الحيثيات القضائيه، الملف هذه القضيه، قضيه بيسفازا اللي حسب البعض على انه عادي يشوفها على انها قضيه راي عام. شنو هي حيثياتها؟ شنو يعني ابعادها؟ شنو هي مسبباتها اللي خلاتها تظهر على السطح الان؟ لاك عنده اسباب، العمر عنده اسباب عديده، لكن البدايه اود ان اعبر عن اسفي حزن الحديث عن ملف أمام القضاء في الإعلام، وسبق وأن نبهت المعني بأنني أفضل أن يبقى النزاع أمام المحاكم احتراما لعدالة القضاء وتصرفاتهم السيادية كسلطة مستقلة. لكن للأسف المتهم سيد المختار لم يحترم أبجديات وأعراف مهنة المحاماة، وهرع إلى الإعلام كعادته للقذف والتشهير وابتزاز القضاة والرغبة في تركيعهم، وهذا ما ألزمني للأسف الشديد بمكاتبتي في الإنترنت في مرحلة ما، واليوم قبلت هذه الدعوة حيثيات هذه القضية. من حق الإنسان الموريتاني حاكم ومحكوم أن يكون على إلمام بهذا النوع من القضايا التي تتعلق بالأمن الاقتصادي للبلد، وهي قضية لها أبعاد غرائبية كثيرة، منها أنها تمس صميم التبادل التجاري الخارجي للجمهورية الإسلامية الموريتانية. جميل. حيث أرسلت هذه الشركة الإسبانية المحترمة اعتمادا بنكيا، رسالة اعتماد بنكي لاتر دو كريدي دوكيمنتير لعميل تتعامل معه هنا، وقام مصرف المعني بتسليمه أموال هذه الشركة دون احترام الضمانات القانونية التي تضمن التبادل التجاري السليم، وهذا ما جعل الشركة تلجأ إلى القضاء. وأحيانا يجب هذه الأمور يمكن أن تقع، لكن يجب أن تكون حالات استثنائية. إذا قبلنا جدلا أنها حالة استثنائية، أمضت الملف سنوات أمام القضاء، استلم المحامي حقوق شركة باسم الوكالة التي لديه ورفض تسليمها حقوقها. إذا منذ تسع سنوات المحامي اللي نتحدث عنه اللي رافع عليه الشركة الإسبانية هذه الدعوة اللي هو والسيدي استلم المبلغ، استلم كامل المبلغ كاملا غير منقوص، يعني وقع استلامه، ليس هناك أتعاب بالنسبة لهذا، محددة أتعاب محددة في العقد المكتوب. هل هناك أدلة؟ يعني طبعا موجودة الأدلة، وهذه رسالتهم لنقيب المحامي. هم أرسلوا يعني لو تكرم المخرج وهذه مراسلة بريدية، هذه رسالتهم إلى نقيب المحامين بتاريخ 18 فبراير 2016. هذه هي الرسالة بالضبط. طيب هذه الرسالة يكتبون يشكون فيها في المرحلة الأولية لسلك المحامي، يظنون أن سلك المحامي سيقوم بالواجب كما هو معروف في العالم بإجراء تأديبي، وسلك المحامي في نهاية المطاف قبل للمحامي. طيب سنعود إلى قضية سلك المحامي، لكن بداية
شنو هي الاسباب اللي الحقيقيه وراء هذا النوع من من من, من الممارسات اللي اتخذ البعض من من, من الناس اللي من يعودوا في موقف تقريبا ثقه في القضاه، من درى يكانوا وهو حتما يؤثر على الاستثمار؟ هل هو ضعف في المنظومه القانونيه الموريتانيه ام انه ضعف في الرقابه القضائيه اللي ما هي قاعده توقف الخلق عند حده؟ المنظومه القانونيه الموريتانيه عموما جيدة ومقبولة، ليست المشكلة في القوانين. المشكلة إذن أين المشكلة؟ لو سمحت، المشكلة في تطبيق القوانين وفي الساهرين على تطبيق القوانين، القضاء، المحامين، العدول المنفذين، وزير العدل، رئيس الجمهورية كضامن لاستقرار البلد، والرجل الذي أقسم على تنفيذ سهر على تنفيذ واحترام القانون، ما يسمى بعبارة أخرى ضعف دولة القانون في موريتانيا. هذا هو السبب. أي إنسان يسمح لنفسه بتصرف في أعراض وأموال الناس دون عقاب دون رادع، إذن حالة تسيب. لكن لا شك على أن على 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 القانون الموريتاني على أنه فيه بعض من المواد اللي تعود تعاقب القانون الموريتاني يعاقب مثلا هذه الحالة بالسجن خمس سنوات. كيف يتعاطى القانون الموريتاني في شقه الجنائي مع هذا النوع؟ وهنا البعض يتساءل شنو لا يعود دور نقابة المحامين الموريتانيين في ردع ممارسي هذا الشكل من التصرفات. نقابة المحامين كان يجب ان تقوم بتسريع الملف وان تهدد المعني بإجراء تأديبي، وهل فعلت؟ لم تفعل، ولكنها قبلت على مضض أن نذهب إلى القضاء، وبالتالي خرجت من اللعبة لأن الموضوع أمام القضاء. لم تتخذ للأسف أي إجراء تأديبي في هذه الحالة ولا في غيرها من الحالات الكثيرة التي قام بها المعني بالتعدي على حقوق أعراض أموال الناس بما فيهم المحامين والقضاة. ولكن الآن الموضوع أصبح أمام القضاء. طيب، هل هناك أيادي تقف وراء أكيد. وراء منع أكيد. منع من تطبيق القانون على طبعاً. على طبعا هناك الشبكات، كل شخص عنده شبكاته العائلية القبلية الجهوية إلى آخره، المواءمات، نوع من شبكة التضامن التقليدية. طيب، كان التي تضعف دولة القانون. طيب، ذكرت على ان على ان على ان وصلت رسالة الى نقيب المحامي، صح؟ هذه الرسالة من طرف شركة بيسفازا، صحيح؟ طيب، كيف كان التعامل النقابة مع 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 قام نقيب المحامين لم يخبر المجلس بالأمر. الرسالة وصلت يوم 18 فبراير 2016، كان ساعتها منهمك في قضايا النصرة هو وزملاء في المهرجانات، ما قط فرشد أخبار هذا أبدا، ولكن يجي قبلها المحامين وأنا وزملاء، وخصوصا زملاء جاوا قاعدين نتكلم معاه، ملي الحقيقة الحق يقال قبل رفع الغطاء القانوني وسمح بمقاضاة المعني، لكن كان يجب حسب النظام الداخلي للمحامين وحسب أعرابهم وأن يشكل لجنة تأديبية، مجلس تأديبي، ويقوم بعزله من مهنة المحاماة ولو مؤقتا إلى أن يبت القضاء في الأمر، لأن له أضرار كثيرة علينا كممارسين لهذه المهنة، وهذا ناتج لا عن الأمور المواءمات الاجتماعية اللي تخلق. طيب، جميل. السيد الكريم، البعض يتساءل لماذا قررتم الخروج أو الظهور إعلاميا بهذا الملف ويشوف على والله يطرح تساؤل أين خصوصية الطرف المدني في عدم التشهير بقضيته وبعدم إدراجها في سياق إعلامي متبادل؟ يعني كيف ما قلت لك، ما كنت نبقيها اللي هو قاعد نفسه أنا اعتدى لي إعلاميا أكثر من مرة، ولا قد رفعت لي شكوى ولا قضيته أي اهتمام، لكنه تعود لأنه يطرح الملفات القضائية الموجودة أمام القضاء في الإعلام، كيف استغلال قضية المرحوم زيني واتهامه للناس جزافا اللي مشي إلى هو القبور ما سلكت منه، كنت الموتى وحقق فيهم، اتهم الطبيب، اتهم ولا نحوي بالقتل، اتهم عمر، اتهم زيد، البنت العفيفة المسكينة اتهمها، وكان الأمر يصل إلى صراع قبيلي محتدم بين الناس. أنا شخصيا كانت بيننا خصومة، دخل هو فيها راسه في أخبار قصة المتهم والمخيطين، وعاقبت المحكمة العليا بتت إنه قام عند المحامين طرفية، يعني ما هم طرفية، قضية عن السلطان والحامي للمؤسسات. خلال هذه الفترة كان يستخدم الإعلام في هذا الموضوع بالتحديد، ذهب وأعلن أنه سيتحدث في قناة شنقيط وأنه يدعوني لمناظرة حول هذا الموضوع.
ودون ان يحترم اداب لا الاعلام ولا القانون، لانه يعني اعلاميا ما نعد المناظره بشكل احادي، لابد انت ما درتهاش توافقت عليها، توافقت على الصحفي لا يتعدلوها عنده وحول اي موضوع، ويلا كاع تعدل ولا ما يتعدل، مشى وقرر واستخدم الاعلام وكتب في الصحافه في فيسبوك في الانترنت في شبكات في تويتر وقاس التلفزيون يتهمني بالافتراء عليه وبالقذف وبالاذيه وواصل سلسله من الاذى، وعدت ملزم بان اطرح الامر امام الراي العام. للاسف لانه هذا قضيه كبيره، وزاد هذا السوق بعير بلا موجب انت مساكت عنه. زين سيد الكريم، هي فعلا زادت على السوق بعير بالنسبه للمشاهد او المتتبع الموريتاني، لكن يتساءل القضيه، يعني قضيه بيس فازار هي على مسائل ماديه، المادية يعني كم تصل؟ 120,000 أورو. 120 ألف أورو استلمها المحامي. استلمها المحامي نيابة عن الشركة وقعد عليها ما بيعطيها. وهذا يسمى خيانة الأمانة، والقانون الجنائي الموريتاني عاقبها بأربع سنوات سجن. أربع سنوات طبعا سجن. طبعا في القانون الجنائي الموريتاني. ولأني قابل أنا بعد نقولها هون استفاد منهم، نقولها للقضاة ذاك اللي يقرب فيها لا يتعلم به الناس كاملة، ما فيها إذا عاد ما هي دولة ولا فيها قانون تعلم به الناس كاملة، ما لا ما مبالغه ما مبالغه على شيء. لماذا ما تخلوا مساله مرافعات جنائيه؟ ما خلاه هو ما خلاه هو المعني ما خلاه وهو القاس الاعلان وافترى على الناس كذبا. طيب لماذا تصرون على جعل هذه قضيه بيس فازار على انها قضيه راي عام؟ يشوف البعض انا لم اشعر الشخصي بينك انت وبين السيد المختار على انه يطغى على شوف على السيد المختار ما نعرفه شخصيا، ما قد قرينا في البلاد ولا انا اصحاب ولا انا من نفس الجهه. المرة الوحيدة اللي التقيت به فيها في رحاب المحكمة العليا. وافترى علي كثيرا، لأن لو كنت لاهي العدل الموضوع شخصي ما يلعب عدلته الموضوع شخصي. صحيح ما يسهل في تبجيل ولا تقدير بيلقاهم ما يستاهلوا. هما اللي أنا ما يسهلوا فيه. ودارك هم خصومة نقدر ننبهك أن أنتم كإعلاميين دوركم إيضاح الحقيقة وإظهار المعلومة للمواطن. وهذا من الأمور المهمة اللي تضمن نزاهة العمل القضائي والقانوني والأمن الاقتصادي والسياسي للبلد. هذا دوركم. هو الجئ لكم، هو اللي متهم الجئ لكم لا يستخدمكم استخدام سلبي بالافتراء على الناس والمس من أعراضهم وأموالهم وتقضي على جرائم وإلى آخره. هذا أباح لي أني نتخطى الأعراف اللي أنا كتبت وحذرت ونبهت أني ما نبقي نتخطاهم. قضية مطروحة أمام القضاء ما يرد تعود قيس الإعلام وتبقى قضية مرافعات، لأن قبض هو اللي خاسر فيها على كل حال، ومشوا قبض القرار برعونة وسذاجة. لا إله إلا الله، ما عدل الله واسع. طيب بخصوص مسألة الأمن القضائي اللي شرط عليه في بداية هذه الحلقة، كيف يشكل هذا الشكل من الممارسات على المستثمر الاجنبي خطوره على الاستثمار كثير في موريتانيا؟ لا شوف، نسبه التامين على التصدير شور موريتان والتامين على الاستثمار تجبرها في الخانه الحمراء. السبب انه القدره الائتمانيه للاقتصاد الموريتاني ضعيفه نتيجه لضعف القضاء وضعف دوله القانون. وتشوف الشحن البحري شورها غالي، تصدير شورها غالي، رؤيه اعاده التامين على التصدير والاستثمار فيها صعبة، يعني مستحيلة، وهذه من أسباب التردي الاقتصادي للبلد. وشيء مؤسف لأنه إحنا عندنا ثغرات في البنية التحتية وعندنا تخلف في بعض الميادين، غير ما عندنا يعني عدر. إحنا لا نزيد العوين بهبزة، ما عندنا عذر في ذا اللي بسيط، بناء شارع أو بناء مطار أمر صعب أو بناء ميناء، لكن ضمان العدالة أمر ميسور وممكن، يتطلب إرادة سياسية، إعلام يقظ وقضاة نزهاء. وعموما نختار نتائج فرصة ونقول عموما القضاء الموريتاني نشبه المؤسسات العامة في الدولة الموريتانية، يا غير بعد أحكام تزيد الأحكام. يعني أنت ذكرت قاعد في بداية الحلقة على المعيوبة ما هي قاعد تعود في قضية النصوص القانونية الموريتانية. عموما فيها شقارة أكيد، ما شبه شري كامل لا نسبي، لكن النصوص القانونية يجب أن تطبق، وإذا عاد مشجر عليه شيء وانتقادها وعندنا ما أخذها نغيروها، ممكن تغييرها، لكن القاضي نفسه
ما عنده الحق في تخطى حدود، والمحامي ما عنده حق في تخطى حدود، وإحنا زملاء في نفس المهنة، زملاء كلمة كبيرة قاعد تعود ما تواسى، يقال إحنا من الأسرة القانونية. الأسرة القانونية اللي مطروح عليها العارف على أنها تعود تعود يعني تعود حقوقها جاية منها. طيب بوصفك محامي لشركة الشركة الإسبانية بيسفازار، فهذه مسألة هذه المسألة، شنو الطريق السالك حالا اللي تقد يتخذه يعني الطرف الاخر من اجل اخراج اولا القضيه من الاطار الاعلامي اللي قد يعود مثلا قلت انت انها قاع ما كان لابد لها من تدخله، والمساله الثانيه من اجل على انه تقبض المساله اطار قانوني قضائي واضح تعود ما لو كان خلاها تقبض اطار القانون العادي تقبضه كانت قبضته، واني انا اعطيه هو نصائح ذاك لمصلحته، ماني معدو انا محامي هو، ماني محامي هو. طيب لكن بصفه عامه انت كشخص الغريب عندي انه ينكر ان الاتعاب المحدده، وهذه ايميل منه بعد انتهاء القضيه يطالب فيه بحقوقه 15000 يورو. طلع لنا شوف الصوره الثانيه المخرج، شو 15000 يورو هي اللي اعتبرها حقوقه، مجموعة هون 12000 زائد 1000 16800 يورو. شوف 16800 يورو هي تعابه، تعابه المزعومه، هذا اكثر من تعابه في الحقيقه، قال هو اللي يزعم، يعني هو تعابه 10% من المبلغ 3000 يورو، هو 10% هذا اللي هو في الاتفاق، وانه في حاله خلقت اتعاب تكميليه علم بها مسبقا ويدفعوها له. الاتعاب التكميليه لين فات القضيه زعم هو وهي اتستاسيون لو سمحت واخا موقعها هو شو توقع عليها، يطالب فيها مليونين و800 الف نستلمها، قال نستلمها كاتعاب تكميليه من عند سيد سيدي هيبه محمد فاضل لمصلحه من قبل بيسفازا مشاتوا له معه. اذا لا يستطيع ان يزعم من هناك اتعاب تكميليه عدلها عقب يوم 26/7/2012، مستحيل، اللي القضية فيها لا تنفيذ، ما تلا فيها أي شيء قضائي أو أي تكاليف، هذا هو زعمك ونعطاله، لكن هو ما هو مستعد، وهذا يعدله بعض، يعدله هو والمحامين اللي ما هو المستوى ويلا يعاقبه، وهو يعدله متعود عليه، ويعدله تجارة أحيانا مع زبنائهم في الخارج نتيجة لغياب دولة القانون، وإحنا كمجتمع لا حق لنا الكثير من الضرر، وإحنا كمحامين أضرار أكبر علينا، ونختار ننتهز الفرصه نقول للمواطنين الاعزاء انه في حال حد منهم يدور خدمه من المحامي يعدلوا توكيل الا للمقاضات، ما يعدلوا توكيل استيفاء ديونه، لانه في فرق هما ياسر الناس يوقع توكيل وتوب عام وتعود فرصه لانه عرق من الناس اللي يستولي بها ويستحوذ على اموال الناس، القانون باط عاطيهم الحق يعدلوا توكيل الا تفويض في المقاضات. طيب سيدي الكريم، يتساءل البعض عن 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 على مساله والله قضيه بسفازر هذه، على فما تيها في المحاكم الموريتانيه مجموعه من القضايا والناس المظلومه والناس اللي مهمشه، يعني كان الاجدر والاولى على انها لا هي زاد مودي على انكم تعود مثلا مناصرينها، يعني هذا لا يدخل في اطار على شخصنه القضاء الموريتاني، يعني لا 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 غير صحيح. القضاء الموريتاني كأي قضاء وأي محاكم أمامه كثير من المظالم والقضايا، هذا طبيعي، والمحامين ياسري، أنا ماني مكلف بالمساعدة القضائية العامة، رغم أني بعد ياس من وقتي نعطيه للمظلومين في الأرض والمعذبين من حقوق الإنسان واللي ما عندهم محامين، صدقة للنفوذ وزكاة للعلم، يا غير ما هون كل مظلوم أنا صايب ونبقى قضيته، يا رب يبقى محامي ما عندهم بقى الدولة محامي، هذا هو وحقه، والإعلام اللي مفتوح أنا ماني مسؤول عن تغطية الإعلام للظلم في موريتانيا، نبههم عليه اللي منهم بيني معاه صلة ولا نعرفه، ونكتب من اللي نعلم به، واستنكر وادين كل ظلم في هذه الارض، يا غير انا بشر ويعني لا اللي يعنيني ما جميل. طيب من اجل واحيانا يجوني بعض الناس عندهم قضايا يقعدوا مظلومين فيها ضد اشخاص انا اقدرهم واجلهم ولا نقبلها عادي، حقي ملي، هذا مسألة عادية عادية، انا ما ملزم ندافع عن كل رجاج ولا ملزم بنهاجم وقاضي كل انسان، انا حر في تصرفاتي يعني. جميل جميل، يعني نعطي الضمان لحد اني مكلف بتنفيذ العداله. سالني احدهم وانا ادخل في الاستديو، قال لي علني نطرح عليه السؤال، اين وصل ملف ولد مخيطير؟ يعني اخر مستجدات هذا الملف.
ملف المخاطر حكمت المحكمة العليا فيه بتت فيه في ثلاث مسائل. المسألة الأولى وهي المسألة الأهم وهي سبب تعقيده من عند الرأس، لا طرفية مدنية فيه، إن وهذا طبيعي بحكم القانون والشرع، أن المكلف الوحيد بالدفاع عن المقدسات هو السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية ومن يمثلهم في القضاء اللي هو النيابة العامة، المحامي العام للشعب، يقولوا البروكيرور الوكيل، ولا فيه محامي عطار افتراء وزعم وفوق مات مقبول، وكلفوا محكمة أخرى بالنظر في حيثيات القضية، وواضحة ما فيها رجل تائب، وستبوت المحكمة فيه رغم تأخر اللي خلق فيه. وأنا بعد شخصيا ما كنت نختار قضية تدول، لكن تلكؤ القضاء الموريتاني في البت في القضية وتعثر أمام الموضوع نتيجة ضغط الشارع والعوام جعل مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يؤخذ بيان من يومين ويعتبر عاد معتقل رأي، وموريتانيا ما احترمت قوانينها للأسف، قوانين المشتقاة من الشريعة الإسلامية لم تحترمها في هذا الموضوع. طيب سيدي الكريم، في نهاية هذا الموضوع ما هي الرسالة التي تود أن تمررها من خلال منبر الحدث الأبرز لهذه الليلة بما يتعلق بمسألة بيسفا فازر؟ أريد أن أمرر نقطتين. النقطة الأولى موجهة للإخوة القضاة، أنهم يفهموا من البداية أن الموضوع ما يخلي فيه تعتيم، يقبل طريق المستقيمة المألوفة والمعروفة في هذا الموضوع، وهو المعني من مصلحته ما يلجأ للإعلام ويحترم أعراف وتقاليد المحاماة، ولن يلجأ له ويغير قواعد اللعبة لا يتخيل هناك صبر اللي كان واقع له لأسباب معينة ولا حدود وفات ما تصبر له حد، لا ينقال كان ما فيه وضوح. النقطة الأخيرة اللي نختار نقول للرأي العام، إن في ناس أي بغض النظر عن المهنة محامي أو غير محامي أنت ضمير، ومهنته في الحياة، وأنا شخصيا نختار نعود للناس، ما هي البحث عن الشهرة ولا أفضل البحث عن المال، هو إيقاظ الضمير الجمعي للأمة. وهذه وجهه نظري، وهي قاع من الناحيه الوجدانيه المحرك الاساسي للحياه عندي. جميل. وساقوم بها ان شاء الله بكل وضوح وبكل انصاف، ولاني عندي راي في قضيه ان شاء الله وما قلته. اذا بغاتوا الناس وزيان عندها زينه عندي، واذا ازعجها ما قادر فيها، هذا رايي انا بعد ندور نقوله. ويلا المثقفين الموريتانيين يقوموا بدورهم التنويري الطبيعي، هذا من التواني عن قولان الحق والرجوع للوراء، هو اللي ما خلى المجتمع الموريتاني يتقدم، ومازلنا في هذه العثرات اللي نعيش يوميا والغرابات. طيب جميل، البنيوية يعني. جميل سيد الكريم، شكرا جزيلا لك على ثبيتك للدعوة. مشاهدينا الكرام، في نهاية حلقة هذا المساء من الحدث الأبرز والتي ناقشنا فيها موضوع شركة بيسفازار التي تتهم المحامي سيد المختار والسيدي ب يعني أخذ بعض من ممتلكاتها ومبالغها المالية، صح؟ الاستحواذ على وخيانة الأمانة، وخيانة الأمانة يعني تجاهها بمبلغ 120 يورو، 50 مليون لوغية، 50 مليون من الأوقية، أي ما يعادل 120 ألف يورو. أشكر باسمكم محامي هذه الشركة الأستاذ والمحامي محمد والمين، إلى لقاء يضمنا جميعا، أستودعكم الله والسلام عليكم.